السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مسلسل الميراث. إليكم ملخص الحلقة 377. خالد بيحكي باسل، بيقول له أنا عم منصور، وباسل بيقول منين ظهور هالعم عليه، حياة هالعيلة كلها غموض. وبعد حديث طويل خالد بيتفق مع باسل يحاسب منصور ويرجع ياسمين. خالد بيخبر مزنة ولاد أخوه حل الموضوع، وخبر ماجد ومنصور يروحوا، وهنن راحوا لمكان الغلط. منصور يروح ياخد مرته من عند خالة. صاحبة الكافيه بتشتغل بالمطعم وبتهتم بفهد، وبتعطيه الكرتونة اللي فيها فستان شهد وبتقله طالعوا من هون. زينة بتنزعج لأنه أبوها دخل ليحل موضوع منصور. مشاعل بتخبر زيد هي حامل، وزيد بيفرح وبيخبر أهله وعهود بتنزعج. فهد بياخد الفستان بيروح لمكتب يوسف، ويوسف بيهني فيه وبيضربه وبتدخل حور. وفهد بيقول أنا ما تزوجت شهد لأنه قلبها بيوقف، بتموت أنا ما تزوجتها لحتى تتم عايشي.